الآن ينضم إلينا مراسلا الغد من أمام الكونغرس، ينضم إلينا عمر محمد، ومن واشنطن تنضم إلينا كنانة الشريف، كما ينضم إلينا موفد الغد إلى فلوريدا أحمد البوديري. أبدأ معك عمر، كيف تقبل أعضاء الكونغرس، كيف يتعاطون حاليا مع هذه التقارير الصحفية التي ثبتت أن ترامب بالفعل يمتلك حسابا بنكيا في الصين؟ نعم محمد، لربما هذه الأخبار تدعم ذهاب أعضاء الكونغرس السيناتورز أعضاء مجلس الشيوخ يعني محاولة إحباط تعيين إيمي كاني بير. اليوم كما تلحظ هنا تجمع كبير لأعضاء الكونغرس لمحاولة وقف التصويت وإرجائه لما بعد انتخابات 3 نوفمبر. التحركات دعني أقول القضائية وتحركات الكونغرس على المستوى التشريعي والإداري ربما فات وقتها، فنحن على مبعودة يعني أسبوعين تقريبا أو أقل من ذلك على الانتخابات، وأي أمر إجرائي لن يؤثر ولا يأخذ مداه إلا ما بعد الانتخابات، ما يعني أنه سيؤثر فقط في إطار الحملات الانتخابية وتغيير توجهات الناخبين الأمريكيين. محامو ترامب وجزء من العاملين في مؤسسة ترامب قالوا أن الحساب المصرفي هو لمؤسسة ترامب، وقد توقف العمل بهذا الحساب عام 2015، ما يعني قبل عامين من دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وهذا ما يعني انتفاء صفة تعارض المصالح. طيب ابقى معنا عمر، كنانة من واشنطن، ما زال الجمهوريون يؤكدون أن الديمقراطيين ينظمون حملات لحشد الناخبين كي يضلبوا أصواتهم عبر البريد، إلى أي مدى تستطيعين أن تؤكدي لنا ذلك الخبر أو تنفيه؟ لا أستطيع أن أستمع إلى صوتك بوضوح كنانة. طيب لو كنت تسمعيني ابقي معنا، ابقي معنا كنانة، سنعود إليك في حال تم إصلاح الصوت، ابقي معنا كنانة لو سمحتي. نتوجه إلى موفد الغد في فلوريدا أحمد البوديري. أحمد، عادة يعني أنت توجهت لتوك إلى فلوريدا، للقادم عادة ملاحظات يقف عندها يدونها، لا يدونها من يألف هذه الملاحظات، ماذا دونت من ملاحظات في أول يوم لك في فلوريدا؟ عندما وصلنا إلى هذه الولاية كان لافتا جدا التحمس، الحماسة الموجودة عند الأمريكيين، تستطيع أن ترى كل أولئك الذين يصطفون الآن وذلك للأدلاء بصوتهم في الانتخابات الأمريكية. هذا يشير أيضا إلى ارتفاع نسبة التصويت في التصويت المبكر، ولكن دعنا في البداية نتحدث حول آخر الأخبار. رون دي سانتس وهو عمليا الجوفرنر الخاص بفلوريدا قال بأنه يجب أن يكون هنالك حماية من قبل رجال الشرطة لصناديق الاقتراع المبكر. رد عليه بذلك المسؤول الخاص في مكتب المدعي العام بأنه لا يوجد هنالك حاجة لعملية أن يكون هنالك رجال شرطة يداومون كل هذه الساعات أو رجال أمن يداومون كل هذه الساعات وذلك لحماية هذه الصناديق. البعض يحلل بأن ذلك يأتي في إطار الإشكاليات التي يتم اختلاقها خلال هذه الانتخابات. أيضا كان لافتا ما ورد قبل قليل حول الإيميلات أو البريد الإلكتروني الذي وصل لعدد كبير من سكان ولاية فلوريدا. هذه الرسائل مكتوب فيها بأن، وطبعا تم الاعتراف من قبل يعني مجلس الأمن القومي بأنها بالفعل قد وصلت من قبل قسم السايبر أو القسم الإلكتروني الخاص في يعني وكالة الأمن القومي. في هذا الإيميل كان مكتوبا: نحن نعلم بأنك قد سجلت في الحزب الديمقراطي ونحذرك بأن عليك أن تصوت لترامب وإلا. هذا الإيميل، هذه البريد الإلكتروني الذي وصل إلى العديد من سكان فلوريدا وأيضا ولاية ألاسكا، ويؤكدون بأن هنالك اختراق عمليا لا يعلم مصدره لغاية الآن للبريد الإلكتروني لعدد كبير من الأمريكيين، وهذا ما يعتبر بأنه يؤثر على سير وديمقراطية العملية الانتخابية. طيب، هنا الأدوار طويلة. طيب، الأمريكيون اسمح لي أحمد عذرا على المقاطعة أحمد، السن الصغار من كل الأجناس يعني فلوريدا طبعا ولاية
ضمن 50 ولاية أمريكية، لكنها لا يستهان بها في الانتخابات، هي في المرتبة الثالثة على ما أتذكر، لها 29 مندوبا في المجمع الانتخابي. إلى أي مدى تلمس تلك الأهمية لفلوريدا وأنت تراقب أجواء الانتخابات قبل 12 يوما مثلا؟ هناك استقطاب واضح، يعني كل من تحدثت معه خلال هذا اليوم وأمس كانوا إما مع ترامب بشكل قوي جدا، حتى أن أحدهم قال بأن زوال ترامب سوف يأتي بالاشتراكية للولايات المتحدة، هكذا قال أحدهم. الرجل الآخر سألته كيف ترى هذه الانتخابات، قال لي هذه أهم انتخابات أنا أقيم بالتصويت لها. سيدة أمريكية سألتها قالت لي هذه أهم من انتخابات كينيدي، وهذا يشير إلى حالة الاستقطاب العالي عزى الأمريكيين، والذي طبعا يعزى إلى ذلك هو عملية الانتخاب، وأيضا كمية كبيرة من الإعلانات التي يتم إرسالها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الهواتف الخلوية، إلى الأمريكيين. بايدن وترامب أنفقا قرابة 150 مليون دولار فقط في ولاية فلوريدا، وذلك في إشارة إلى أهميتها. جو بايدن قال إذا كسبنا فلوريدا سوف نكسب الانتخابات. طيب الآن أعود إليك مرة أخرى كنال الشريف في واشنطن، هل تسمعينني بوضوح؟ أسمعك. أنا كذلك أسمعك بوضوح. يعني أفادنا عمر قبل قليل بأن عدد المصوتين عبر البريد تخطى حاجز 40 مليونا في هذه الانتخابات. في نفس الوقت الجمهوريون يؤكدون أن الديمقراطيين ينظمون حملات في الشارع الأمريكي لحشد الناخبين للتصويت عبر البريد، هل تؤكدين أو تنفين لنا ذلك الخبر؟ يعني حتى اللحظة أنا لم أرى يعني أي حملات حولي هنا في واشنطن، ربما في ولايات أخرى أنهم يطالبون الديمقراطيين، ولكن يكفي نزول أوباما لدعم بايدن، يعني هذا أكبر دعم للديمقراطيين. كلمة السر عند الديمقراطيين هو أوباما خاطب الشباب، هو يريد استقطاب يعني فئة الشباب وأيضا الفئة الليبرالية في الحزب الديمقراطي. بايدن يخشى كثيرا يعني من أن يخسر أصواتهم، لأن أصواتهم الآن لجيل الشباب، سيدعم حملة بايدن كثيرا. دائما من يقوم بالتصويت عادة هم من لهم يعني فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، عادة هم من تخطوا 50 عام، ولكن هذه السنة الإقبال من الشباب كثير، يعني الفئات العمرية من 18 سنة وحتى 30، الإقبال يعني بحسب استطلاعات الرأي أنها كبيرة جدا، ويعني الحملات المروجة للحزب الديمقراطي كبيرة جدا بقدر الحزب الجمهوري. يعني الآن وأنا يعني قبل البث بقليل وصلني إيميل مكتوب عليه باراك أوباما يحث أن نقف معه، وأنه يقف معنا ومع عائلاتنا لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية قوية كما كانت، لإعادة مبادئ الولايات المتحدة الأمريكية على عهدها السابق. أن ترامب أفسد الشعب الأمريكي حيث قسمه إلى أكثر من قسم، يعني هذا كان موجود في البريد الإلكتروني الذي وصلني قبل البث مباشرة. أيضا كامالا هاريس انتقدت بشكل قوي جدا ترامب، غير موضوع الاقتصاد الذي تنتقده وموضوع الصحة، نظام الضرائب الذي أقره. يعني الآن هو هجوم كبير بين ترامب وبين كامالا هاريس على موضوع الضرائب، هي تشدد وتؤكد أنه لن تكون هناك ضرائب عالية، بل ترامب سيفرض هذه الضريبة. أيضا يخاف كثيرا ترامب من خسارة نورث كارولينا التي فاز بها في الانتخابات السابقة. الآن بايدن متقدم عليه يعني بفارق لا بأس به، ولا هما متقاربان حتى اللحظة، ولكن يخاف ترامب كثيرا من خسارتها، وأيضا بايدن يعول عليها كثيرا، يعني المتواجدة فيها اليوم كامالا هاريس، وسيكون فيها أيضا الرئيس ترامب. كنان الشريف من واشنطن، عمر محمد من أمام الكونغرس، أحمد البوديري موفد الغد إلى فلوريدا، شكرا جزيلا لكم.